اجتمعت امبارح، احنا قرينا خبر ان اللجنه التنسيقيه اجتمعت. هي بتجتمع كل اسبوع يا فندم، كل اسبوع، كل اسبوع لازم تجتمع، لكن المره دي كانت مختلفه شويه. كان في وزير وزراء من الزراعه والتجاره والصناعه والشركات المنتجه للاسمده. دي لجنه وزاريه لمناقشه سياسه الاسمده طول العام القادم، السنه اللي جايه كلها. دي لجنه وزاريه اللي انعقدت في وزاره الزراعه امبارح برئاسة معالي وزير الزراعة، وزير الصناعة والتجارة، وزير الاستثمار، لمناقشة البرنامج السنوي والإعداد للموسم الزراعي اللي هو بيبدأ 1/10/2014/2015 على أساس الطاقة الإنتاجية للمصانع، توريد الغاز للمصانع، احتياجات الزراعة المصرية من كميات الأسمدة للموسم القادم. طب ليه رفعتوا الأسعار؟ مين اللي قال إن احنا رفعنا الأسعار؟ هذه كلها تواتر صحفية غير مسندة تماما من الحقيقة. أنا بصفتي رئيس اللجنة التنسيقية للأسمدة لم أخطر ولم أعلن ولم يصلني أي خطاب ولا أي قرار. يا فندم يعني اللجنة هي اللي قررت. أنا بقول لحضرتك لم يحدث ذلك، ما حصلش، لم يحدث ذلك. يعني ما فيش أسمدة ارتفعت يا فندم؟ لم يحدث ذلك، وأنا مسؤول عن كل ما أنا فتحت النهاردة. يعني أمرت بفتح الموسم الشتوي الجديد لزراعات البنجر بنفس أسعار السارية بتاعت السنة اللي فاتت.